وكما قلت قطعوا الانترنت وما زالت مقطوع الانترنت. اليوم شافت اتصالات الجزائر انها ربما لازم تدير بيان، فخرجت دارت بيان: بكالوريا 2021 تقييد الولوج الى بعض الشبكات لمده زمنيه محدده. تعلم اتصالات الجزائر زبائنها الكرام انها وعلى غرار بقيه المتعاملين تسهر على مرافقه سير امتحانات البكالوريا بهدف المساهمه في نجاح دوره 2021 واضفاء مزيد من المصداقيه والنزاهه على هذه الاختبارات. ويختصر هذا الاجراء الذي يستبعد اي قطع متعمد للانترنت على تقييد الدخول الى شبكات محدده يتم من خلالها مشاركه المحتوى، وهذا خلال النصف الاول فقط من المده الزمنيه المخصصه لكل اختبار. يعني السؤال المطروح، واش دخل اتصالات الجزائر تقول هي تسهر على نجاح الامتحانات؟ واش دخلك انت؟ انتم عندكم دور انك تمدوا الانترنت، الناس مخلصه الانترنت، وهي انقطاعات يسموها الجزائريين انقطاعات الجزائر. ما الذي تدخل في لغه الخشب هذه، لغه الكذب في الحقيقه، انها تسهر وتسهر؟ لماذا؟ هذا قرار تاع العسكر. جاكم تنفذوه، انتم ما عندكمش اي خيار. ولماذا قرر العسكر؟ لانه باختصار بسيط، هاو تصريح لهذه اللي راهم ساجنينها اليوم، واحده من اللصوص الكبار. لما كنا نقولوا عليهم اللصوص كانوا يقولوا باللي لا 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 هذه مبالغات وهذو راكم تكذبوا عليهم. لكن خلينا نشوفوا هذا اللصه اللي راهي في السجن في اطار صراع العصابات، واش كانت قالت قبل 3 سنوات او 4 سنوات. الشركة تعوض لما الشركة هي اللي بسبب تعطلات او بسبب سوء التسيير ما قدمتش الخدمة. مؤسسة اتصالات الجزائر تلقات امر من الحكومة، يعني مؤسسة اتصالات الجزائر طبقت قرار الحكومة، ما عندها اي التزام. واذا كان المواطنين تضروا لمدة ساعتين في اليوم الاول فقط، يعني ساعة في الصباح وساعة في المساء لليوم الأول، نظن أن الشعب الجزائري معروف بالتضامن، وشبابنا يستاهلوا أن نضحوا بساعتين من الإنترنت ليوم واحد ابتداء من اليوم الثاني. بما أن شفنا الحمد لله عمليات هذيك تاع المغرضة اللي باش تقلق الشباب تاعنا اللي فجوزوا البكالوريا هذه السنة كانت قليلة إلى معدومة، كان فقط نظن اليوم الأول 9 ولا 10، ما مش كثيرة يعني شبه منعدمة. اليوم الثاني البكالوريا ما كانش فيه توقيف للشبكة، ومرة أخرى ماهيش اتصالات الجزائر ولا القطاع اللي أخذ القرار، القرار كان قرار تاع الحكومة، يعني كان تاع العصابة، يعني تاع كبار الجنرالات، لأن الحكومة أيضا ليست إلا بوق للكمشة، كمشة الجنرالات اللي تقرر كل الأمور. كان قالت باللي ساعة أو ساعتين فقط وفي اليوم الأول، الآن رانا في 5 أيام في الحقيقة وليس يوم أول، ورانا في 2021 اللي بالمناسبة كان تبون قال باللي في 2020 مستحيل، أقسم بأنها لن تقطع الإنترنت في أيام في بكالوريا. وإذا لم يكفي هذا القطع تاع البكالوريا، ففي الحقيقة قال لك اليوم ألقوا القبض على عدد من المزورين للامتحانات، عدد من المزورين للامتحانات وين إيداع متابعة 22 شخص بتهم تتعلق بالغش في البكالوريا. كشفت وزارة العدل في بيان مساء اليوم الثلاثاء يعني قبل قليل عن متابعة 22 شخص بأفعال تتعلق بالغش في امتحانات شهادة البكالوريا، مع الأمر بإيداع 18 منهم بالحبس. وفق البيان قد أصدرت ضد 3 متابعين أحكام قضائية بالحبس لمدة سنة نافذة مع غرامة مالية قدرها 100,000 دينار في انتظار محاكمة الباقين. يعني حكموهم اليوم او البارح، اقصى تقدير حكموهم البارح لان البارح بدات البكالوريا، او اليوم فوتوهم واصدروا عليهم احكام لمده سنه وغرامه. وقد تمت معاينه اعمال الغش المذكوره باختصاص مجالس القضاء في تبسه، غردايه، سطيف، تسمسيل، تشلف، بشار، الجلفه، يضيف بيان العدل. وتتمثل الوقائع المسندة إلى المتابعين في نشر مواضيع امتحانات البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد. طيب ما كنتم قاطعين الانترنت، كيفاش قدروا يستعملوا وسائل الاتصال عن بعد؟ هذا السؤال الأول. وإذا استعملوا وسائل الاتصال عن بعد، علاش تقطعوا الانترنت على البلاد؟ إذا الآن بهذا
اللي لقيتوا عليهم القبض تعترفون أن هناك على الأقل 18، وأن حتى البعض اللي صدر ضدهم أحكام، وأنهم استعملوا وسائل اتصال عن بعد، يعني واستعملوا انترنت أساسا. يعني شنو وسائل اتصال؟ درك اللي استعملوا طولكي وولكي ولا هذيك حاجة ما مستبعد يعني، لأن المفروض هذه أمور أمنية أخطر يعني. وسائل اتصال عن بعد تتم عن طريق الانترنت، إذن لماذا تقطعون الانترنت على البلاد؟ وهل في العالم أجمع، إذا استثنينا ربما السيسي اللي هو نظام شبيه بالنظام العسكري اللي عندنا، هل هناك في العالم أن تقطع الانترنت على شعب كامل، دولة كاملة، بلاد كاملة؟ هذا معناه تعطوا صورة للعالم، تعطوا صورة للعالم أجمع، صورة مهزلة، مضحكة، مسخرة أولا. ثانيا أن هذه البلاد ما تحتاجش الانترنت، البلاد اللي تقطع 5 أيام الانترنت، ما في الحقيقة الانترنت قطعت الشعب، لأنهم هم في فيلاتهم وفي مكاتبهم وفي كازرناتهم، تكنات تاع الجنرالات الكبار، ما تقطعتش الانترنت لأن عندهم الكابل، كابل خاص. حتى كان تبون عام الماضي اعترف من حيث لا يشعر، قال كاين بعض الناس اللي عندهم 100 ميجا والاخرين راه عندهم 10 ميجا، ما بين 4 الى 10 ميجا. اعترف تاع 100 ميجا هما اللي عندهم الكابل، هما ماهمش نتوما، هما يعني العصابه واللي قراب منها واللي 100 ميجا فما فوق، في الحقيقه عندهم ما بين 100 ميجا الى 300 ميجا، وتدفع من اموال الشعب، خزينة العامة. بينما الشعب هذا المخير اللي يقعد عنده 10 ميجا، بالمناسبة يعني الأغلبية ما يوصلوش حتى 2 ميجا أو 1 ميجا، كثيرين جدا ما يوصلوش هذا. صحيح يكتبون لهم باللي عندك 20 ميجا أو عندك 15 ميجا، لكن ما يوصلوش. إذن مرة أخرى يثبت ذلك إلى درجة يعني، كنت شفت مقطع عثولي المساعد الفاضل، يعني مؤلم لأن الفرنسيس يضحكوا علينا. خليني نوري لكم، شوفوا واش كيفاش كان ضحك الفرنسيس على الجزائر اليوم. De coupures réparties sur 5 jours ont fait perdre 760 millions de dinars en termes de production, soit Ariel, je sais que vous adorez conversion, 5 500 000 euros. C'est énorme. J'aurais imaginé ça un peu en dessous, mais enfin bon, c'est pas grave. Younes Gar, qui est spécialiste des technologies de l'information et de la communication, estime la perte totale pour les clients des opérateurs de téléphonie mobile et internet à 16 milliards et demi de dinars, 16 milliards et demi. Un chiffre énorme qui s'explique par le fait que les abonnés ne seront pas remboursés par les opérateurs suite aux coupures. Oui. Et en termes de productivité, c'est pas mieux. Les entreprises de e-commerce ont tourné au ralenti, vous l'imaginez. Et certaines boîtes ont carrément subi un arrêt quasi complet de leur activité. Le directeur d'une entreprise créée il y a 6 mois et qui emploie 6 personnes accuse une perte de près de 1809 euros par jour. Donc espérons tout que... Tout ça pour éviter, oui, la, pour éviter la triche. Espérons que ça aura au moins porté ses fruits, parce que là, il y a quand même beaucoup d'argent qui a été perdu. Et le plus ironique dans toute cette histoire, c'est que depuis hier, Alger accueille le sommet Smart Cities, consacré aux villes intelligentes, à la technologie et aux stratégies. يقهقوا في الأخير، لأنه في الملخص فقط ربما خوتنا اللي ما يتقنوش فرنسية، يعني هنا الحديث الصحفي اللي معه ضيوف يجيب لهم ويقول لهم في الجزائر قاطع الانترنت إلى آخره، وهي وش تكلف، هي وش تكلف، جاب رقم كذا، وجاب رقم تاع 16 مليار دينار ونصف اللي هي 1600 مليار سنتيم، وكلفت كذا إلى آخره، يعني جايب بعض الأرقام اللي نشرت على التكلفة. ومن بعد في الأخير يقول لهم الغريب في الأمر أن الجزائر هذه الأيام دايرة مؤتمر للسمارت سيتيز، المدن الذكية، أنها دايرة مؤتمر دولي، جايبين فيه ضيوف من الخارج وجايبين فيه خبراء يتكلموا على السمارت سيتيز، يعني في الوقت اللي يقطعوا فيه الانترنت. يعني لو كان عدو ما يديرها لهمش، انه في نظموا هذا المؤتمر باش يضحكوا عليهم العالم، باش يوريك كيفاش علاش ولينا مسخره امام العالم. هم الفرنسيس يضحكوا علينا، الفرنسيس اللي ماهمش حاجة كبيرة في التكنولوجيا، يعني ما همش أمريكان ولا يابان ولا حتى الصين ولا حتى ألمان في التكنولوجيا بعاد يعني، لكن هم يضحكوا ويتمسخروا. طبعا هذه النكت راهي موجودة في كل مكان عندهم، لأنهم يعرفوا أخبار الجزائر إلى حد ما. لو كان جاء كاين عدو يحكم هذه البلاد، ما يديرش مؤتمر في النهار اللي يقطع فيه الانترنت على البلاد وعلى الشعب،
ويدير مؤتمر يسميه المدن الذكية، اللي هي أساسا يعني ما هيش مدن ذكية لو كان ما كانش انترنت. يعني الضيوف اللي جايبينهم وحاطينهم في فنادق خمس نجوم وصارفين عليهم أموال الشعب وتذاكر، طبعا هذوك الضيوف ما يديروش كورونا وما يديروش الكونفينمو، يديروها فقط جزائريين. يعني هذو اللي جايبينهم يعني يقعدوا ياكلوا في، انا كنت نشوفهم لما كنت في الوظيفة نتاعي لما نحضر مؤتمرات الى اخره، طبعا الاكل اللي يتحط للناس يكفي، يتحط مثلا 10 من الناس، 10 ضيوف مثلا يكفي لي 100 جزائري ويبقى. تتحط كل انواع المأكولات اخر طراز في فنادق خمس نجوم، وكثير من هذه الاماكن الماكلة مستوردة الى اخره، ويجيبوهم ويحطوهم في فنادق خمس نجوم ويقدموا لهم اشياء كثيره، حتى الخمور باطل، تليفون باطل، فقط باش اللي يجوا هكذا مؤتمرين يقولوا كان ضيافه الجزائر جميله الى اخره. هذو اللي جابوهم يكونوا يضحكوا عليهم، يكونوا ماتوا عليهم بالضحك، جابونا وقطعوا الانترنت على البلاد وقطعوا. هل هذا، هل نحن امام نظام حكم؟ هل نحن امام جماعه قادره باش تدير بلديه؟ ما نقولوش بلد مثل الجزائر. طبعا السؤال يبقى مطروح عندكم وراكم عارفين الإجابة خير مني. هاهم فاش قوية، هاهم فاش قويين، وكل يوم في تلفزيوناتهم وكالة الأنباء الذباب المواقع يخلعوا في الشعب الجزائري. ها بداية استقبل السيد الفريق سعيد شنكريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. أين هي هذه اللي تاع التخويف الجزائريين؟ خلينا منها، راكم تظلوا تشوفوا فيها اللي هي نتاع ألقي القبض على كذا وألقي القبض على كذا إلى آخره، وهي كلها أكاذيب وكلها تخويف، محاولة تخويف الجزائريين لأن الحراك رعبهم، وترجمت الانتخابات والهزيمة النكرة اللي خذوها ترجمت ذلك الرعب للشعب الجزائري وصلوا لهم. فهذه الأيام راه في اعتقالات في كل مكان، اعتقالات واتهامات بالإرهاب ومانيش عارف وفلان وفلانة وفلان، راهي في كل مكان. وطبعا تعرفوني ما نحبش نتكلم كثير على أنفسنا ولا على حركة رشاد، ولكن التركيز على حركة رشاد.